السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، ربنا يبارك في عمرك وعملك يا شيخ محمود. يا رب وإياكم. تفضل، حبك في الله. حبك الله. تفضل عندي سؤالين بعد إذنك. تفضل. الأول، أنا عندي محلين بيتأجروا وشقة بتأجر، هل عليهم زكاة؟ محلان وشقة، كل يؤجر ليس عليه زكاة، إنما الزكاة على المبلغ الداخل من وراء هذه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول.